يواصل الرئيس هادي زيارته لحقول النفط التي تديرها شركة بتروماسيلا للاطلاع على جهود استئناف الإنتاج، ومتفقدا لما تعرضت له الحقول من عمليات تخريب. زيارة يرى البعض فيها تأكيد الحكومة اعتزامها إعادة تشغيل جميع القطاعات النفطية، بما يبعث برسائل تطمينية للشركات التي غادرت البلاد للعودة واستئناف الإنتاج والتصدير. زيارة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لقطاعات النفط أو منشآت النفط تؤكد اهتمامات الحكومة تجاه الاهتمام بهذا القطاع، وفي نفس الوقت تعطي ثقة لمجموعة الشركات العاملة في هذا القطاع للعودة ومواصلة العمل. هادي الذي وجه بتروماسيلا بالتخطيط لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي لتوفير احتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة، قام بوضع حجر أساس للمحطة الغازية بتكلفة تصل إلى 25 مليون دولار. بشارة كبيرة ومكسب عظيم لأهالي وادي حضرموت، ستحل به هذه المشكلات في الوضع المأساوي في كهرباء وادي حضرموت، وخصوصا أننا داخلين في صيف حار قد يؤثر على حياة المواطن في وادي حضرموت. وتكمن أهمية وجود مثل هذه المحطة في توفير طاقة كهربائية بتكلفة منخفضة عبر استغلال كميات الغاز المصاحب للنفط المستخرج التي يتم حرقها دون ملء الاستفادة منها، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ما يتم إحراقه يومياً من الغاز المستخرج في القطاع العاشر يصل إلى نحو 12 مليون متر مكعب، فيما تحتاج مثل هذه المحطة إلى نحو 9 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. ويؤكد اقتصاديون أن إنشاء المحطة الغازية لن يساعد في توفير كهرباء رخيصة فحسب، بل وتوفير عشرات الملايين من الدولارات التي تنفقها المحافظة لتشغيل محطات كهربائية بدائية ومستأجرة تعمل بوقود الديزل والمازوت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.